أخبارنا إيه الليلة؟ النهاردة أخبار مهمة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان مهم عمله الدكتور محمد معيط. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين بالموازنة الجديدة. دكتور محمد معيط: ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لتخفيف الأعباء. وزير المالية: تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليا. رئيس الدكتور محمد معيط وزير المالية اتكلم على استكمال مشروع حياة كريمة لارتقاء بمعيشة 60% من المصريين، اللي هو حياة كريمة اللي في القرى المصرية 4500 قرية، ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، الحد من آثار التضخم، تحقيق المستهدفات الاقتصادية. قال الدكتور محمد معيط: نستهدف نموا اقتصاديا جيدا مدفوعا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حزمة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية لمساندة القطاعات الواعدة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة. والنهاردة عندنا حلقة عن الذهب بعد شوية أتكلم عليها. برنامج الطروحات يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، الإسهام في جذب التدفقات الاستثمارية والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي. حريصون، ده كلام الدكتور محمد معيط النهاردة، كان عامل بيان مهم قوي النهاردة، حريصون على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية، تعزيز استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، إجراءات جديدة وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي، مسار جديد لمقاضة الديون مهم لسه كنا بنتكلم عليه امبارح ونتكلم عليه بكرة، عاملين حلقة حوارية مهمة جدا عن التحرك الحكومة ووثيقة الحكومة المستقبلية الست سنوات القادمة، مسار جديد لمقاضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين، وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزول لمعدل الدين للناتج المحلي. ده طبعا بيان مهم جدا عمله الدكتور محمد معيط النهاردة، بيتكلم فيه على العام المالي الحالي حتى 30/6 اللي جاي. الأسوأ، البنك الدولي النهاردة عامل تقدير وتحذير شديد، بيقول الأسوأ منذ 30 عاما. البنك الدولي يحذر من ضربة قوية للاقتصاد العالمي، بيتكلموا عام 24 معدلات النمو العالمي هتنزل، كانت 2.6 هتنزل إلى 2.4، وممكن يبدأ في الصعود مرة أخرى في عام 25، ولكن بيتكلموا على العام الحالي هيكون عام صعب. السيد سامح شكري وزير الخارجية النهاردة مع وزير خارجية ألمانيا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي سبب رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية سامح شكري: مصر ترفض الضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم. سامح شكري: لم نرى جهودا حقيقية. وزير الخارجية النهاردة قال كده: لم نرى جهودا حقيقية لمنع تهجير الفلسطينيين ووقف تدمير 70% من قطاع غزة. مؤتمر صحفي مهم قوي النهاردة مع وزير خارجية ألمانيا، هنتكلم عنه بعد شوية. شكري: جميع الخطوات المتخذة، خلوا بالكم كمان من ده، جميع الخطوات المتخذة من قبل الاحتلال تهدف إلى تهجير الفلسطينيين. شرح إن كل بيتعمل، وده صحيح وده حقيقة على أرض الواقع، جايبينهم في جنوب وعمالين يضربوا في كل حتة وبيعملوا قصف وكله عشان في الآخر يدفعهم إلى إيه؟ يسيبوا بلدهم وأرضهم. بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا: ألمانيا ومصر متفقتان على أن غزة والضفة الغربية أراض فلسطينية. وزيرة الخارجية الألمانية، وبالمناسبة ده أول مؤتمر صحفي في مقر الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة: لن نقبل تهجير الفلسطينيين سواء من الضفة
أو غزة. وزير الخارجية ألمانيا: مصر تطلع بدور محوري في إنهاء المعاناة بقطاع غزة. المملكة العربية السعودية النهاردة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان يترأس اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم. السعودية تجدد الرفض القاطع لنية الاحتلال تهجير سكان غزة. بلينكن كان امبارح في لقاء مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في مخيم العلا، وبلينكن يعيد إحياء تطبيع السعودية، لأنه قال تصريحات في قبل أن يغادر المملكة العربية السعودية امبارح في إلى تل أبيب، والتصريحات اللي قالها سألوه عن هل اتكلمت مع الأمير محمد سلمان عن تطبيع، آه تحدثت مع كل القادة والدول اللي أنا زرتها، وطب بالطبع تحدثت مع الأمير محمد سلمان عن عملية تطبيع مع إسرائيل. بلينكن يعيد إحياء تطبيع السعودية مع إسرائيل، وبن سلمان يؤكد على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة. خارجية الأمريكية: كل شبر من غزة أرض فلسطينية، ونشكر مصر على إدخال المساعدات الإنسانية. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور عاملين جلسة النهاردة بخصوص غزة. يجب، بيقول الأمريكان، يجب عدم استخدام الفيتو أمام وقف جرائم إسرائيل بغزة. واشنطن بوست عاملة تقرير النهاردة: حرب إسرائيل على غزة باتت مذبحة للصحفيين، والآلاف يكافحون للبقاء على قيد الحياة. ولا دولة على فكرة أدانت اغتيال الصحفيين في غزة، ولا دولة. شوفوا الدول اللي بتتكلم على الرأي والتعبير، وصحفي، الصحفي ده معاه سلاح، صحفي بيغطي بيتابع الأحداث، ولكن لأنه جيش الاحتلال المجرم عايز يعني أنه إسكات الإعلام كله، محدش يتكلم ولا حد يفضح جرائم جيش الاحتلال، وبالتالي بيستهدفهم واحد ورا الثاني. عددهم وصل يمكن 110 لحد دلوقتي شهيد من الصحفيين في قطاع غزة. الأمم المتحدة تجدد التأكيد على ضرورة حماية الصحفيين وعدم استهدافهم. طائرات مسيرة للاحتلال تستهدف المدنيين في مدارس تأوي نازحين بغزة، ما بيسيبوش حاجة. بلينكن لنتنياهو النهاردة في لقاء مع نتنياهو وكمان مع رئيس الكيان: يجب ضمان السلام للمنطقة بأكملها وإقامة دولة فلسطينية. وفي إسرائيل بيقولوا لأ، مش عايزين دولة فلسطينية. قلت لحضراتكم الخطة امبارح، وهتشوفوا الأيام الجاية والشهور الجاية هتقول لحضراتكم اللي أنا قلته امبارح هو اللي حصل ولا حصل عكسه. رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب وقف العدوان على شعبنا وخلق مسار سياسي لإنهاء الاحتلال. ضباط جيش الاحتلال يحذرون نتنياهو من انتفاضة في الضفة الغربية. أصغر رئيس وزراء في فرنسا: ماكرون يعين جابريل أتال خلفا لإليزابيث بورن عمره 34 سنة. أصغر رئيس وزراء من أصول تونسية. وزير خارجية إسرائيل بيتباهوا طبعاً بالاغتيالات، لأن هي دولة قتل ودولة إجرام ودولة إبادة. نقف وراء مقتل وسام الطويل اللي قتلوه امبارح في جنوب لبنان قائد حزب الله في لبنان. بلينكن: هجمات الحوثيين على ملاحة في البحر الأحمر يجب أن تتوقف. المغتربون الصوماليون يدعون لسحب جائزة نوبل السلام من أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي. عاملين جمع توقيعات، عشرات الآلاف من التوقيعات، ويتقدموا عشان سحب هذه جائزة نوبل بعد ما يقوم به أبي أحمد من إجراءاته اللي عمله قبل كده، من يعني اختراق لجمهورية الصومال. صندوق وشركة ووثيقة معاش بالدولار: تحويلات المصريين في الخارج تحظى بأولوية في وثيقة توجيهات الدولة للدولة. بكرة عندنا حوار، بكرة مجتمعي، تاني بقول بكرة إن شاء الله حلقة الغد حوار مجتمعي، أربع شخصيات محترمة جدا، كل واحد هيتكلم في ملف عاملينه بكرة. نفتح الحوار المجتمعي عشان نتكلم بداية، نطرح هذا الأمر، ده دورنا، ونشرح
الوثيقة دي اللي فيها هيتنفذ ازاي، وهذه الطموحات ممكن يتم تحقيقها ازاي على أرض الواقع. لأول مرة بالقاهرة انطلاق مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية. وزير الصناعة الباكستاني نبحث مع مصر التبادل التجاري بالعملات المحلية للسلع. التبادل التجاري بيننا وبينهم حاليا يمكن حوالي 400-500 مليون دولار تقريبا، بيتكلموا النهاردة على أنه عايزينه يرتفع إلى 5 مليار دولار. ترند